خلال فقرة مطرح دمتي حضري شهي والمقترحة على موقع funtia.com باستعمال تقنية الشيف. شاركيها معنا وفوزي بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز رفيع كل شهر، وكذلك العديد من الأجهزة الإلكترونية كل يوم. دمتي غادي تفتح لك أبواب عالم جديد من الإبداع. إذن من جديد مرحبا بكل مستمعين ومستمعات، ومرحبا كذلك بالتواصل ديالكم هذه المرة من خلال الرقم ديال الواتساب اللي هو 0614 57 20 92. كتبعتوا الوصفات اللي تعلمتوها من خلال الشيف من خلال أنكم كتمشيوا للموقع اللي هو funtia.com كل خميس مع 7:30 ديال العشية، كتشوفوا الوصفة جديدة وكتحاولوا أنكم تباروا فيها طيلة الأسبوع، يعني السيمانة كاملة كنعاودو نكملو نشوفو من الاثنين حتى الخميس. عاود السيدات اللي غيكونوا شافوا الوصفة حتى هما وشافوا المقادير ديالها والتقنية ديال الشيف اللي تعلمتوها معاه، أكيد فنون ديال التقديم، بزاف ديال الحاجات كتشوفوها كتحاولوا أنكم تطبقوها وكتحاولوا أنكم تصيبوا الوصفة من جدة وجديد بنفس الشكل وبنفس الطريقة، وكترسلوها لنا بالمقادير ديالها بالاسم ديالكم بالكامل مدينة من توما دائما على الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 14 57 20 92. اليوم شو اليوسفية جمال ياسمين، السلام عليكم. وعليكم السلام اختي جميلة، لاباس عليك؟ امورك هانية؟ لاباس الحمد لله. كيداير انت؟ لاباس الحمد لله، ربي يحفظك. كيداير الجو في اليوسفية؟ كاين الحال سخون؟ شويه سخون الحال، عشية بارد الحال. الحمد لله الحمد لله. نعم نعم ياسمين، عافاك قولي لي اشنو الوصفة اللي اقترح الشيف هذا الاسبوع هذا؟ الوصفه هي تورته الطماطم المجففه. فوالا، واجي لالا تعطيني المقادير. المقادير فيها واحد 125 غرام ديال الطماطم و 100 دكو 200 غرام ديال البصله، 200 غرام ديال البصله و 200 غرام و 20 غرام زعتر يابس، زيت زيتون، ملح، فلفل اسود، 50 غرام جرجابي، دامتي الثومه والقشطه الطريه ولافوكا وبدا والجبن والفرماج. نعم، غير هي الكركير او الجرجير اللي بغيتي تسميه. فوالا الجرجير. نعم صافي، وخديت لي باس فيتي بلاتي. والمقادير ديال العجين المورق؟ المقادير ديال العجين المورق هي 500 غرام ديال الدقيق و 200 غرام ديال الماء و 10 غرام مارغرين و 50 غرام زبده. برافو عليك. فهمتي علاش الخلعه؟ كنحس بكم مخلوعين ياك. الوصفه وصيبتيها والصوره وبعتيها، ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك اختي جميله. بالعكس مرحبا. اذا اليوم انت خدينا من عندك المقادير، اكيد مستمعه ديال غدا غناخذوا حاجه اخرى. المهم ان التباري بيناتكم ما شاء الله عليكم، المنافسه كثيره، ودابا ولات السيده اللي كتصيفط كتقول لي اول مشاركه اول مشاركه. راه كنعرف اللي شارك قبل اللي شارك من بعد واللي شارك بزاف اللي يعني راه ولينا تنعرفوا يعني هذه المسائل هذه. فما شاء الله عليكم، ما شاء الله على المنافسه ديالكم، ما شاء الله على انكم كتمشيو كتكتشفوا كتعلموا بزاف د الحاجات مع الشيف. وكيف كتعرفي فكل مره تيكونوا معنا جوائز زويونه اللي غتربحيها، وبطبيعه الحال حتى الرقم ديالك فهو كيدخل في القرعه الكبرى اللي بطبيعه الحال النهار اللي غتكون القرعه نشوفوا شكون السيده او السيد اللي غيربح معنا. فغتربحي معنا بلندر، فهو واحد الطراب اللي هو بلونجور، فهو مرحبا انك غيوصلك ان شاء الله، غير تبعتي العنوان ديالك يكون مضبوط. عافاك ياسمين من اليوسفيه، مشكوره بزاف على التواصل والمشاركه ديالك، وعطله سعيده ياسمين. شكرا لك. ربي يخليك اختي، شكرا اختي جميله، وانا فرحانه اللي دزت معك اليوم والله. وانا الاسعد. مرحبا مرحبا وخير. شكرا لك. من المتتبعين ديالك اختي جميله. مرحبا، ربي يحفظك. شكرا لك بزاف ياسمين. شكرا، تحيه من خلالك لكل ساكنه ديال اليوسفيه والمدن المغربيه كلها. مازال الفرصه قدام الجميع باش انكم تشاركوا معنا. مازالين غدا في تورته ديال الطماطم المجففه غتعطيونا الطريقه والمقادير، واكيد لاسيوس او التقنيه ديال الطبخ اللي تعلمتوها مع الشيف. هادشي كله كتشوفوا على الموقع ديال funtia.com، كتحاولوا انكم تشوفوا الوصفه كيف هي كيف موجوده، وكتشوفوا حتى التقنيه والفن ديال التقديم ديالها، وكترسلوا لنا هادشي كامل مع الاسم ديالكم كامل نديرو منين نتوما. وما تنساوش ليا هادشي الله يعطيكم الخير، كترسلوه دائما على رقم الواتساب اللي هو 0614 57 20 92. وحظ موفق للجميع. دامتي غادي تفتح لك ابواب عالم جديد من الابداع خلال فقره مطبخ دامتي. حضري مع دامتي الشهي والمقترحه على الموقع funtia.com باستعمال تقنيه الشيف. شاركيها معنا وفوزي بروبو الكتروني متعدد الوظائف من طراز رفيع كل شهر، وكذلك العديد من الاجهزه الالكترونيه كل